السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه allsite.ai بيسهل لك ان انت تعمل الموقع بتاعك شغل سيفل انجينيرينج لاند ديفلوبمنت، كل ده من خلال الاي اي اوتوميشن. مجرد ان انت تختار بس المكان اللي انت عايزه ويبدأ ان هو يساعدك في التصميم بالشكل دوت. طيب خلينا نشوف، هو عنده حاجة اسمها ليفل اي اي، وبعد كده نشوف السيرفيس AI. انت بس تختار المكان هو يبدأ يعمل لك التصميمات وانت تبدأ ان انت تختار. هو turn 2D site layout into 3D model، بسهولة جدا مجرد بس ترسم 2D، هو يساعدك في رسم ال 3D بالشكل دوت. مجرد ان انت تختار المعلومات الخاصة بالطرق يبدأ ان هو يصممها لك زي ما انت عايز. اهوت كل ده 3D مش 2D. زي ما انت شايف كل التفاصيل بتتعمل دايركت، بتعدل دايركت اول ما بتعدل في الموديل 2D او 3D، كل حاجة بتتعدل في البروفايل وكل حاجة. ده allsite.ai. ممكن تحدد بقى ال 3D اهوت، تحدد ارتفاعات الأراضي، ارتفاعات الحوائط، كل حاجة. وتعالى نشوف تصميمات تانية، لأن هو بيعمل شبكات برضو بشكل قوي، شبكات مياه ودرينج. طيب السيرفز اي اي او تبدأ تشوف التصميمات بتاعتهم. اوت نتورك، فحاجة ممتازة ان شاء الله.